يشد نو انه تم ادراج رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله على قائمة الارهاب. تاني خبر عن جولة لوزير الداخلية انه هذا المشنوق بالشمال. وتالت خبر عن اعتصام اهالي الموقوفين الاسلاميين بطرابلس. بطمنكم انه في انتخابات قبل السنة، ونحن قلوبنا وعقولنا وأذاننا مفتوحة لكل الاحتمالات ولكل الخيارات. بدنا العفو العام دون المشروط، لأن أولادنا ليسوا بمجرمين، أولادنا دافعوا عن لبنان.